بتاريخ الرابع من أبريل عام 2015 نفذ 6 لصوص مسنين عملية سطو على قبو مبنى بلندن، ويتواجد هذا المبنى بمنطقة مشهورة بالألماس. وداخل هذا القبو يتم تخزين أثمن وأندر المجوهرات التي يمتلكها الأغنياء وأصحاب المتاجر، وتم تأمين القبو بطريقة يصعب اختراقه. فكيف سيتمكن 6 لصوص مسنين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و70 سنة من تنفيذ عملية سطو مجنونة بكل معنى الكلمة؟ ولن أعطيكم مزيدا من التفاصيل حتى لا أحرق عليكم أحداث هذه القصة العجيبة، ولا شك بأن هذه القصة ستعجبكم كثيرا، فأنصحكم بمتابعة الفيديو حتى النهاية. والآن سأترككم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. تبدأ أحداث القصة في شهر أبريل عام 2015، وتحديدا في منطقة دايموند ديستريكت، والتي تقع بوسط لندن. ويضم هذا المكان عددا كبيرا من متاجر الذهب والمجوهرات، وتعد هذه المنطقة هي منطقة الألماس، وتعد هي الأكثر أمانا بلندن. لذلك يخزن أصحاب المتاجر مجوهراتهم وممتلكاتهم وأموالهم الثمينة في مستودعات تخزين الودائع، ولا يقتصر الأمر على التجار فقط، بل كل من يرغب بتخزين ممتلكاته بإمكانه تخزينها. وأحد هؤلاء المستودعات هو مستودع هاتون جاردن، والذي تم تنفيذ العملية فيه، ويتواجد بداخله عدد كبير من صناديق الأمانات يقدر عددها ب 996 صندوقا. ويعد هذا المستودع غير قابل للاختراق بسبب الحماية والمستوى العالي من الأمان. ويغطي المستودع العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وبالرغم من أنه تم بناؤه بالأربعينيات من القرن الماضي، إلا أن هؤلاء المجانين قرروا تغيير هذه الفكرة، وقرروا اختراق هذا المكان المحصن بالرغم من كبر سنهم. تتألف العصابة من 6 لصوص مسنين، وأكبرهم العقل المدبر برايان ريدر، والذي كان عمره في وقتها 76 سنة، والذي ظل طيلة حياته مصدر إزعاج لشرطة سكوتلاند يارد، فقد ألقي القبض عليه لأول مرة بتهمة السطو على المنازل وهو في 11 من عمره، كما كان متهما بقتله لضابط شرطة، ولكن تم تبرئته بعد ذلك، وكان لديه خبرة طويلة في مجال الجريمة والسرقات، وكان يعاني من سرطان البروستاتا. أما الرجل الثاني فهو تيري بيركنز، وكان عمره في وقتها 67 عاما، وكان يعاني من مرض السكري ومشاكل صحية أخرى، وكان هذا الرجل زعيما لأكبر عملية سرقة أموال نقدية في تاريخ لندن عام 1983، وسرقه وعصابته ما يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه استرليني في ذلك الوقت، في واحدة من أكثر القصص الغامضة والمشوقة والتي سنتحدث عنها فيما بعد. وبرجوعنا لأفراد العصابة، فقد كان الرجل الثالث هو جون كولينز، وكان عمره في وقتها 75 عاما، وكان هو السائق ورجل المراقبة، وكان لصا مخضرما ومحترفا نسبة لسجله الإجرامي، والذي يعود إلى عام 1961. أما الرجل الرابع فقد كان كارل وود، وكان عمره 60 عاما، وكان لصا محترفا. وبالنسبة للرجل الخامس فهو داني جونز، وكان عمره 58 عاما، والذي كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، وكانت لديه خبرة طويلة بعمليات السرقة والسطو، وكان أصغرهم سنا. أما الرجل السادس فهو باسيل، والذي ظلت هويته غامضة لفترة من الوقت، فأطلق عليه اسمه باسيل الشبح، وذلك لأنه كان يختفي بشكل احترافي، ولم يكن باسيل هو اسمه الحقيقي، وكان دائما ما يرتدي شعرا مستعارا، وسنتعرف على اسمه الحقيقي في أحداث القصة، والذي كان متخصصا في تعطيل أجهزة الإنذار، والذي كان لديه دور كبير في عملية السطو. وبالإضافة إلى هؤلاء اللصوص الستة، كان هناك شخصان إضافيين، ولكنهم لم يكونوا متورطين بشكل مباشر مع هؤلاء اللصوص، فقد كانت مهمتهم هو مساعدتهم عن بعد، بإعطائهم بعض المعلومات عن المكان ومساعدتهم في بعض الأمور، ومنها إخفاء الأموال أو تحويلها.
وكما نرى بأن أفراد العصابة مسنين، إلا أنه كانت لديهم خبرة بمجال السرقة والسطو، وكان الشيء المشترك بينهم هو سجلهم الإجرامي، وهو ما يعني بأن العمر لم يكن عائقا أمامهم، وكانوا متأكدين بأن لديهم القدرة بتنفيذ عملية سطو ضخمة وناجحة، وذلك بعد تخطيط دام لثلاث سنوات. وبعدها قاموا بتقاسم الأدوار بينهم، وظلوا طيلة تلك الفترة يشاهدون العديد من مقاطع اليوتيوب عن طريق استعمال ماكينات حفر الجدران ليتعلموا منها، لأن هذه الماكينات ستلزمهم أثناء حفر الجدار الخرساني السميك بداخل القبو، والتي سنتحدث عنها بالتفصيل في قصتنا، بالإضافة لقراءتهم لبعض من كتب الطب الشرعي، وعلموا كيف يقومون بإخفاء الأدلة والبصمات بمسرح الجريمة. وبعد أن أصبح أفراد العصابة جاهزين لتنفيذ العملية، اتفقوا بتنفيذ عمليتهم بعيد الفصح في شهر أبريل عام 2015، وكان سبب اختيارهم لهذا الوقت هو أنهم سيتمكنون من الحصول على الوقت الإضافي للعملية دون أن يثيروا الشكوك، لأن العديد من المتاجر ستكون مغلقة لعدة أيام. وبتاريخ الثاني من أبريل عام 2015 والمصادف ليوم الخميس، وفي تمام الساعة 8:20 مساء، أغلق التجار متاجرهم استعدادا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة. وبعد ساعة من الإغلاق، التقطت كاميرات المراقبة بالقرب من أحد المتاجر مشهدا غريبا لرجلين يرتديان زيا لعمال النظافة، وكان هذان الرجلان هما داني جونز وكارل وود، والذين قاما بتفحص المكان. وبعد وقت قصير أظهرت كاميرات المراقبة رجلا يسير وهو يرتدي سترة زرقاء ويحمل حقيبة سوداء على كتفه والتي أخفت وجهه عن الكاميرات، وكان هذا الشرير هو باسيل، وسار نحو المبنى حتى دخل من الباب الأمامي وشق طريقه إلى باب الطوارئ الخلفي ليفتح الباب لبقية أفراد العصابة. ولكن يبقى السؤال المحير هو كيف تمكن من الحصول على المفتاح؟ في الحقيقة أن هذا اللغز ظل غامضا، ولا أحد يعلم كيف عثر على المفتاح. وبعد فتحه للباب الخلفي، توقفت شاحنة بيضاء ونزل منها عدة أشخاص متنكرين في هيئة عمال النظافة، والذين كانوا يرتدون سترات خضراء عاكسة للضوء. وكان هؤلاء الأشخاص هم برايان ريدر وتيري بيركنز وداني جونز، بينما كان العجوز جون كولينز يقود سيارة ويراقب المكان. وبعد أن أفرغوا معداتهم، قاد بعدها كولينز السيارة بعيدا عن المبنى، وبدأ بعدها بالمراقبة، وذلك بعد أن استأجروا شقة بجوار المبنى حتى يتمكنوا من مراقبة المبنى عن بعد، ويتمكنوا من مراقبة الأبواب تحديدا، وفي حال حدث أي أمر غير متوقع فسوف يتمكنوا من تحذير شركائه عن طريق أجهزة الاتصال اللاسلكية. وكان سبب ارتدائهم لزي عمال النظافة هو تفادي الموقف في حال حدث أي أمر غير متوقع، ولكونهم كبار في السن فكان الشك في أمرهم صعبا للغاية. وبعد دخولهم للمبنى، استخدموا طريقة ذكية للدخول للقبو والذي توجد بداخله صناديق الودائع، ولكونهم دخلوا من الطابق الأرضي فلابد لهم أن ينزلوا للقبو في الأسفل، فدخلوا من خلال باب ونزلوا للأسفل ثم فتحوا بابا آخر، وكان هناك باب يؤدي للقبو، ولكن اختراق هذا الباب كان صعبا للغاية. لذلك فكروا في حيلة ذكية، فصعد اثنين منهم عبر السلالم الى الطابق الثاني واستدعوا المصعد الذي عطلوه، ثم نزلوا الى الطابق الارضي وقاموا بكسر الباب المركب، ثم نزلوا من داخل حجرة المصعد لطابق القبو، وكان امامهم باب المصعد المغلق في طابق القبو، فقاموا بكسره وبذلك تمكنوا من الدخول للقبو. وبعد ذلك قام باسيل الشبح بتعطيل لوحة بها أجهزة الإنذار والكاميرات الخاصة بالمبنى، وكان بجانبه باب به أجهزة الإنذار، وكان هذا الباب بنفس الممر، وكان به درج يؤدي للطابق الأرضي الذي كانت به العصابة. وبعد تعطيله لأجهزة الإنذار، فتح الباب ليتمكن بقية أفراد العصابة من الدخول بمعداتهم، ولو أنهم حاولوا الدخول من هذا الباب دون تعطيل أجهزة الإنذار لتم كشف أمرهم. لذلك استخدم باسيل هذه الفكرة العبقرية للدخول، وحتى يصلوا لغنيمتهم كان لابد لهم من تخطي باب حديدي مصنوع من الفولاذ وبه العديد من الأقفال، وبأسفل هذا الباب يوجد قضبان من الحديد، فكان أفضل حل هو قصها باستخدام المنشار الكهربائي.
ولكن في تلك الأثناء حدثت كارثة كانت ستكون سببا في إفشال خطتهم وإلقاء القبض عليهم. فبالرغم من أن باسيل قام بتعطيل أجهزة الإنذار، إلا أنه تم إرسال رسالة إلى أمن المبنى بوجود خطب ما، فتم إرسال حارس لمعرفة ما يجري. ومن المفترض أنه في مثل هذه الحالات يتم إبلاغ رجال الشرطة، ولكن بعد أن تفقد الحارس المكان رأى بأن جميع الأبواب الخارجية سليمة، فقرر عدم الإبلاغ. والغريب في الأمر أن العصابة لم تكن تعلم بهذا الأمر، ولكن كيف لم تكن العصابة تعلم بما يجري رغم أنها عينت كولينز كمراقب للمكان؟ الحقيقة أن هذا الرجل كان يغط في نوم عميق ولم يكن يعلم بما يجري أساسا، ولحسن حظهم أن المراقب لم يدخل للقبو أثناء العملية. وبعد قصهم لقضبان الحديد توجهوا للخزينة، ولكن الدخول لها من الباب يعد أمرا مستحيلا، لأن هذا الباب سميك وفتحه غير ممكن. فكان أفضل حل هو حفرهم للجدار الذي يؤدي للخزينة، ولكن المصيبة أن سمك هذا الجدار كان 50 سنتيمترا، أي نصف متر، واختراقه بدون معدات ثقيلة يعد أمرا مستحيلا. ولكن العصابة كانت مستعدة لذلك. فبعد ليال عديدة قضاها داني جونز في دراسته على موقع يوتيوب عن معدات الحفر الثقيلة وكيفية عملها في اختراق الجدار الخرساني، وبعد ساعات تمكنوا من حفر 3 ثقوب دائرية عن طريق مثقاب أحضروه معهم. ولكن هنا كانت الصدمة عندما أدرك أفراد العصابة بأنهم حفروا في المكان الخاطئ. فبدلا من أن يحدق اللصوص من خلال الثقوب في الخزنة المالية بالألماس، كانوا ينظرون إلى جدار من الفولاذ الصلب، وكان هو الجزء الخلفي من خزانة صناديق الودائع، والتي كانت غير قابلة للتحريك، بالإضافة إلى أنها كانت مثبتة بمسامير في السقف والأرضية. وهنا أصيب أفراد العصابة بالصدمة والإحباط، لأنه بعد التخطيط الذي دام لعدة سنوات لم تكن العصابة تحسب حسابا لهذا الأمر. ولو أن أحدهم دخل الخزينة من قبل لكان من السهل تفادي هذا الأمر. ونسبة لتعقيدات العملية، فقد قرر العقل المدبر ريدر أن يغادر هو وأفراد عصابته المكان فورا، لأنه لم تكن لديهم أي خطط بديلة. وبالفعل وفي صباح يوم الجمعة 3 أبريل غادروا المكان، وذلك بعد أن اتصلوا بشريكهم النائم كولينز الذي وصل للمكان، وغادروا مسرعين. وفي تلك الأثناء قرر ريدر الانسحاب من العملية، كما نصح أفراد عصابته من الانسحاب، لأنه بمجرد خروجهم عن الخطة الرئيسية فسوف تحدث الكثير من المشاكل وسيتم كشفهم. ونسبة لعمر ريدر الكبير، فلم يكن مستعدا لتحمل المزيد من الضغوط، كما لم يكن يرغب بأن يقضي بقية حياته سجينا، ولهذا السبب قرر الانسحاب من العملية. بينما كان بقية الأفراد طامعين في الغنيمة، لذلك قرروا إكمال العملية دون قائدهم ريدر. وبعد التفكير لحل المشكلة التي كانت تواجههم، اكتشفوا بأنه من الممكن حل المشكلة، وذلك عن طريق مضخة لإزاحة خزانة صناديق الأمانات. وبظهر يوم السبت 4 أبريل قاد كولين سيارته المرسيدس البيضاء رفقة شريكه جوز، متجهين لمتجر لبيع المعدات الآلية، وقاموا بشراء المضخة اللازمة لإكمال العملية، وغادروا المكان. وبمساء نفس اليوم ظل اللصوص يتجولون بسيارتهم البيضاء حول مبنى هاتون جاردن، ليعرفوا إن كانت الأمور سليمة وإن كان قد اكتشف أحد الأمر. وبعد تفقد المكان جيدا، نزل أفراد العصابة من الشاحنة ودخلوا من الباب الخلفي للمبنى كالمرة السابقة. ولكن في أثناء سيرهم بداخل المبنى كان هناك ضوء خافت لم يكن متواجدا في المرة الأولى. وهنا بدأ كارل وود مرتبكا، وأخبر أفراد عصابته بأن يغادروا المكان خشية من أن يكون هذا فخ قد وضع للإيقاع بهم. ورغم تهدئة شركائه له وإخباره بأن الأمور سليمة، إلا أنه قرر الانسحاب من العملية كما فعل شريكه ريدر، وبذلك تناقص أفراد العصابة ليصبحوا 4، وهم داني جونز وتيري بيركنز وباسيل، والذين سيكملون عملية السطو، بينما يظل شريكهم الرابع جون كولينز في المراقبة، ولكن ربما ينام كما فعل في المرة الأولى. وبعد أن تقاسموا الأدوار دخلوا لممر الخزينة وقاموا بتركيب المضخة للعمل،
وبعد وقت قصير تمكنوا من دفع الخزينة من مكانها، ودخل كل من جونز وباسيل من خلال الثقوب، بينما بقي بيركنز في الخارج. وبدأ الشريكين في تحطيم صناديق الودائع، ولأنه كان ينقصهما للصانع فقد تمكنا من سرقة 73 صندوقا من أصل 996 صندوقا، ولكن هذا كان كافيا لأفراد العصابة، فقد تحصلوا على كمية كبيرة من الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات الثمينة بجانب سبائك ذهبية، والتي وصلت قيمتها لما يقرب لأربعة عشر مليون جنيه استرليني في ذلك الوقت، أي ما يقدر بحوالي 25 مليون جنيه استرليني في وقتنا هذا، والتي تم نقلها داخل صناديق القمامة. وبعدها صعد اللصوص على متن الشاحنة وغادروا المكان مسرعين. وبتاريخ السابع من أبريل عام 2015، وهو اليوم الأول في العمل بعد انتهاء العطلة وبعودة موظفيها تونغارد لعملهم وفور نزولهم للقبو، انصدم الموظفون بما جرى، فتم استدعاء رجال الشرطة مباشرة وبدأ التحقيق في الأمر. كان المكان في حالة من الفوضى، فقد كانت الصناديق مدمرة بجانب ثقوب في الجدار ومعدات للحفر والتي استخدمها اللصوص. وبعد وصول رجال الشرطة وصل أصحاب الصناديق للمكان، فامتلأ الشارع بتجار الألماس والذين كانوا جميعهم في حالة من اليأس، ولأن إفلاسهم أصبح واردا ولم يكن بوسع المحققين والموظفين فعل أي شيء، لأن العصابة نفذت العملية دون أن تترك أي أثر. بينما ألقى الضحايا اللوم على الشرطة والأمن والذين فشلوا في الاستجابة لجرس الإنذار. وعلى كل حال، فقد بدأ المحققون بفحص مسرح الجريمة حتى يتمكنوا من التوصل ولو إلى خيط واحد يوصلهم للصوص، ولكن اللصوص كانوا محترفين ولم يتركوا خلفهم أي دليل، كما قاموا بأخذ شريط تسجيل لكاميرات المراقبة بداخل المبنى. وكما نرى، فقد قامت العصابة بحساب حساباتهم من جميع النواحي باستثناء نقطة واحدة، وهي أن لندن تعد واحدة من أكثر المدن المليئة بكاميرات المراقبة في الشوارع، وهو ما يعني أن معظم الأماكن مغطاة بكاميرات المراقبة، وكان هذا هو الخيط الأول الذي سيمكن الشرطة من تتبع اللصوص. وبعد قيام الشرطة بتحليل كاميرات المراقبة الخارجية، عثروا على لقطات للعصابة أثناء تنفيذ السرقة، كما رأوا الشاحنة البيضاء والرجلين اللذين تنكرا بزي عمال الصيانة، بالإضافة لباسيل الذي كان يحمل حقيبة سوداء على كتفه. وبعد تحليل هذه اللقطات، تمكن المحققون من معرفة الكثير من الأمور، فبعد تتبع لوحات الشاحنة والبحث عن مالكها، تبين بأن العصابة اشترت الشاحنة باسم مزيف وبعدها تخلصوا منها، فأصبحت القضية معقدة. ومن ضمن الأمور التي تمكن المحققون من معرفتها بأن العصابة خرجت من المبنى يوم الجمعة ولم يكن معهم أي من المسروقات، وفهموا بأنهم عادوا بيوم السبت لمسرح الجريمة مرة أخرى، لأنه بنفس اليوم خرجت العصابة وكانت معهم الغنيمة مليئة بالصناديق. هنا فهموا بأن عملية السرقة كانت بمرحلتين، وهنا عندما حلل العملاء الكاميرات بشكل أعمق، اكتشفوا الخطأ الفادح الذي ارتكبته العصابة قبل ساعة تقريبا من الاقتحام الثاني للمبنى. كان كولينز يدور بسيارته المرسيدس البيضاء عدة مرات حول المبنى، وكان هذا خطأ فادحا، فاستغرب العملاء من الأمر وبدأوا بمراقبة مكثفة على كولينز، وقاموا بأخذ رقم لوحته وبحثوا عنها بجميع الكاميرات بالمدينة. فجميع الكاميرات بلندن تتميز بخاصية التعرف التلقائي على اللوحة، والتي تستخدم للكشف عن المجرمين المطلوبين للبلد التي يستخدم فيها اللصوص لوحات بأسماء معروفة. فعند مرور السيارة أمام كاميرات المراقبة، يتم قراءتها وتسجيلها والتحقق منها. وبعد تتبع الشرطة للكاميرات، توجهوا لمنطقة سكنية ورأوا السيارة مركونة بجانب الطريق. وبعد أن تم تعيين فريق لمراقبة السيارة وصاحبها، تمكنوا من معرفة أن السيارة يملكها رجل مسن واسمه جون كولينز، ولكنهم كانوا في حيرة من أمرهم، فكيف لرجل مسن أن يكون شريكا في الجريمة؟ فبقي تحت المراقبة لعدة أيام. وبعد عدة أيام من المراقبة، اكتشف المحققون أن كولينز كان دائما ما يلتقي برجل بمقهى، والذي يبعد عن مبنى هاتون جاردن بعدة كيلومترات فقط.
وهنا لم يكونوا موضع اشتباه بعد، ولكن بعد أن تم التنصت على مكالمات كولينز تمكنوا من معرفة شريكه الذي كان يلتقي به، واسمه براين ريدر، العقل المدبر للعملية. ونسبة لتعقيدات القضية، فقد كان المحققون يعلمون بأن القبض على اللصوص سيستغرق زمنا طويلا، ولكن المشكلة أنه بمرور الوقت سيتخلص اللصوص من المجوهرات. والغريب في الأمر هو تعاطف الناس مع اللصوص، لأنهم كانوا يعلمون بأن الضحايا كانوا من الأغنياء وأصحاب المتاجر، كما علموا بأن اللصوص من كبار السن، فأصبحوا يشجعونهم أكثر. وما زاد الأمور تعقيدا هو أن وسائل الإعلام عاملت اللصوص كأبطال، فلم يكن أمام المحققين خيار سوى الاستمرار بالمراقبة أكثر. وبعد فترة من المراقبة المكثفة على كولينز، رأوه وهو يجتمع بكل من تيري بيركنز وداني جونز، وبهذه الحالة أصبح هناك 4 مشتبهين، وهم جونز وبيركنز وريدر وكولينز، فأصبحوا تحت المراقبة المشددة. وكانت من ضمن الأدلة التي عثرت عليها الشرطة هي مكالمة أجراها كولينز مع متجر أدوات باليوم الثاني من المحاولة الفاشلة، حيث اتصل كولينز بالمتجر ليتحقق من وجود مضخة كالتي اشتروها سابقا. وبعد أن تأكد من وجودها، قاد سيارته إلى المتجر رفقة شريكه جونز، وقد التقطت كاميرات المراقبة هذه اللقطات. وهنا ارتكبت العصابة خطأ فادحا آخر، فقد قام جونز بإعطاء المتجر اسمه الحقيقي وعنوانه، وذلك بعد شرائه لمضخة الهيدروليك. ولكن بالرغم من كل هذه الأدلة، فقد كانت الشرطة تبحث عن أدلة أكثر، فقام العملاء بمراقبة اللصوص والتنصت على محادثاتهم داخل سياراتهم، وذلك بعد وضعهم لأجهزة التنصت. كما حضر قارئ الشفاه والذين كانت مهمتهم قراءة شفاه اللصوص عندما كانوا يتحدثون بصوت خافض، وبذلك أصبحت القضية أقرب لحلها. وبعد حوالي شهر من وقوع عملية السرقة، وقع اللصوص في فخ كبير، وذلك عندما التقى كل من ريدر وبيركنز وكولينز ببعضهم في إحدى الحانات، وقام ضابط سري بوضع كاميرا مخفية والتي سجلت كل ما دار بينهم والتي كانت قريبة منهم. وكان من ضمن حديثهم هو مطالبة ريدر بحصته من العملية رغم عدم مشاركته في المرة الثانية، ولكنه طالب بحصته لكونه العقل المدبر للعملية. كما قام بيركنز بتقليد اللحظة التي اخترق فيها شريكه جونز الجدار الخرساني، وقد كانت معظم محادثاتهم بصوت خافت، فقامت الكاميرا بتصويرها لما جرى، بينما قام خبير الشفاه بفك شفرة المحادثة، وبالتالي فقد أصبحت العصابة أقرب للسجن. وقد كانت هذه الأدلة قوية للقبض على اللصوص، ولكن المحققين أرادوا القبض على البقية. وبعد عدة أيام من المراقبة والتنصت، سمع العملاء للمرة الأولى اسم كارل وود، وذلك في أثناء حديث العصابة بأن ريد وكارل قد انسحبوا من العملية بالليلة الأولى. وهكذا انضم العضو الخامس إلى قائمة التحقيق. بعد فترة قصيرة من التنصت، توصلوا إلى العضو السادس وهو باسيل. كما علم المحققون بأن هذا الرجل هو من كان وراء تعطيل أجهزة الإنذار بالمبنى، ولكن ظلت هويته مجهولة، وظل المحققون لأكثر من 6 أسابيع يبحثون عن هويته ولكن بدون جدوى. وهنا قرر المحققون عدم تضييع المزيد من الوقت واستعادة أكبر قدر من المجوهرات أثناء القبض على اللصوص. وكانت من ضمن الأخطاء التي ارتكبها اللصوص هو إخفاء الأموال في بيت كولينز، والتي تم تقاسمها فيما بعد فيما بينهم، فعلمت الشرطة بالأمر لاحقا، ثم قرروا أن يخفوها مرة أخرى في بيته بعد أن أخذ كل منهم حصته. ولكن كولينز أخبرهم بأن زوجته قد تكتشف الأمر فتفضحهم، لذلك قام كل منهم بإخفاء حصته بطرق سرية. فقام كولينز بإخفاء حصته عند صهره، بينما أخفى جونز أمواله بأحد المقابر. وبالنسبة لبقية الأفراد، فلم يكن أحد يعلم أين خبأوا أموالهم. وكان هدف المحققين ورجال الشرطة هو أن يجتمع أفراد العصابة ببعضهم حتى يلقوا القبض عليهم. وبالفعل، وبعد عدة أسابيع، قرر أفراد العصابة أن يجتمعوا بمكان حددوه مسبقا، وكان هذا المكان قريبا من الحانة التي اجتمعوا فيها سابقا، فاتفقوا بأن يحضر كل منهم حصته حتى يخبئوها سويا. كما اتفقوا بأن يأخذهم كولينز بسيارته لمنزل ابنته بعد أن أقنعها بالخروج من المنزل ليجتمع مع شركائه.
وفي صباح يوم 19 من مايو، أي بعد حوالي 6 أسابيع من وقوع السرقة، اقتحم ضباط الشرطة المنزل في حالة اندهاش من العصابة. كما اقتحمت الشرطة لما يقرب ل 12 عنوانا، والتي كانت موضع اشتباه محاصرتها من الأمام والخلف، فضربتها جميعا في وقت واحد حتى لا يتمكن أحد من الفرار. وبعد القبض على أفراد العصابة، تم تفتيش المنزل بشكل دقيق، فعثروا على المجوهرات والألماس وممتلكات ثمينة تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 6 ملايين جنيه استرليني في وقتنا هذا. وبحساب قيمة الأموال المستردة من إجمالي المبلغ المسروقات وهو 14 مليون جنيه استرليني، فإن هناك لما يقرب ل10 ملايين جنيه استرليني لا تزال مفقودة، وللأسف لم تعثر الشرطة عليها. كما لم يفصح اللصوص عن مكانها إلى يومنا هذا. وبعد أن عرضت التسجيلات والإثباتات للمتهمين، لم يستطع أي منهم التهرب، وبسبب اعترافاتهم تم الحكم على العقل المدبر براين ريدر بالسجن ل6 سنوات و3 أشهر، وحكم على كل من جون كولينز وتيري بيركس وداني جونز بالسجن 7 سنوات. أما كارل وود فحكم عليه بالسجن ل6 سنوات. والآن تم تجميع كل قطع اللوز معا باستثناء شخص واحد، والذي ما زال حرا طليقا وهو باسيل الغامض، فتم عرض مكافات قدرها 20,000 جنيه استرليني لكل من يدلي بأي معلومات عنه. وفي نهاية عام 2015 تمكنوا من التعرف على اسمه الحقيقي وهو مايكل سيد. وبعد 3 سنوات من عملية السرقة، أي عام 2018، تم القبض عليه وحكم بالسجن 10 سنوات. وفي نفس العام توفي أول فرد من العصابة وهو تيري بيركنز، والذي توفي بعد أسبوع من صدور الحكم عليه. وقد وصفت السرقة في وقتها بأنها أكبر سرقة في تاريخ القانون الإنجليزي، ولا شك بأن عملية السطو كانت مثالية لولا بعض الأخطاء الصغيرة التي وقعت فيها العصابة، ولا ننسى بأنهم كانوا مسنين. ولكن في النهاية تظل السرقة عملا غير قانوني، ولا يمكن لعاقل أن يتعاطف مع لص حتى وإن كان مسنا، ولا بد للص أن يترك خلفه دليلا يوقعه خلف القضبان. أصدقائي، ما رأيكم بالحكم الذي صدر بحق اللصوص؟ هل كان قليلا أم كافيا بالنظر لأعمارهم؟ وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك تشجيعا لنا ولنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ودمتم في أمان الله.